احكي معك. ابو بلال. نعم. كيفك سيدي؟ اهلا وسهلا اخي ميت. اهلا وسهلا علينا. نحن بهمنا كل نتمنى عن حضراتكم بحق الإنسانية، بحق الجيرة، بحق العالم الحر. نحن بهمنا هذا الشيء يا أخي. نحن حقيقة نحن شايفين يعني إسرائيل يعني ما واقفة مع الشعب نهائيا، وهذا الشيء ما له مصلحته. يعني الآن لو تطلع، لو يطلع وزير أو مسؤول إسرائيلي يتكلم لصالح الشعب لو كلمة، لتلاقي الشارع يتغير. أنا شخصيا وبعض الوزراء اللي في الآونة الأخيرة عم نحكي عملاء في الإعلام بحقهم، يعني أي الواقع يعني عم نحكيها وفي كل صراحة. واليوم حكيت على الام تي في اللبناني وحكيت مع كل الصحافة الإسرائيلية إنه يجب بحق الإنسانية إن نوقف هذا العنف اللي عم بيصير وهذا الإرهاب اللي عم بيصير من قبل الأسد.